دشن الرئيس السوداني عمر البشير حملته الانتخابية من إقليم دارفور الذي يشهد صراعا مسلحا منذ عقود، وجدد عمر البشير تأكيده بعدم حاجة بلاده لوجود قوات البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي يوناميد بإقليم دارفور غرب السودان، مشيرا إلى تمسك مواطني دارفور بقيمهم وأعرافهم الأصيلة التي تدرس أو تدرس بأعرق الجامعات. خالد السيد محتاجين ليوناميد، محتاجين للاتحاد الافريقي، محتاجين للامم المتحده، محتاجين لايجاد. نحن بنعلم الناس، انتوا بتعلموا الناس السلام، انتوا بتعلموا الناس الوفاق، ما بزول بيعلمكم ان شاء الله.